السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. غيبت عليكم، انا توحشتكم بزاف بزاف بزاف، لهذا جيتكم فلوق جديد. كما كتشوفوا هذا مطار محمد الخامس، حنا وصلنا له، ودابا غادي نمشيو من الدار البيضاء غادي نمشيو لمدريد ان شاء الله، ومن مدريد لمالاغا. شنو كتعملي يا اميره؟ كنتفرج. انا كنت كيبان لي انتي ماشي كتفرجي، كتلعبي. ايه كنلعب. منال؟ المهم كما كتشوفوا حنا في الطياره، كل واحد في الطابلت ديالو كيعمل اللي بغا، يعني اللي بغا يلعب، اللي بغا يتفرج، اللي بغا، المهم باش كنجيب واحد الوقت وصافي. المهم دابا الطياره غادي تبدا تقلع. Y no olviden que tienen más información en las instrucciones de seguridad que encontrarán en la bolsa delantera de sus asientos. Como las vías de evacuación, el uso de máscaras de oxígeno, chalecos salvavidas o la posición que deberán adoptar en caso de emergencia. Además, tengan siempre en cuenta las señales y demás elementos informativos. كما سمعتوا بحال كيعطيونا مثلا بحال اون بتيت فورماسيون، يعني على لا سيكوريتي، فهمتوا؟ يعني كيقول لك كيفاش، يعني في حالة إذا وقع شي حاجة، في حالة إذا واحد عانى من ضيق التنفس، كل واحد يلتزم بهذا بلا سانتور ديالو. المهم هادشي اللي كاين. بين أهم الحوايج اللي كيوصيو عليهم هي الكمامة، يعني الكمامة ضرورية، يعني ملي ركبنا هما كل مرة كل واحد يعمل الكمامة ديالو، كل واحد يعمل الكمامة ديالو، يعني هذا هو الموضوع اللي كيأسيستيو عليه. المهم بغيت نبارطاجي معكم هذا المنظر الرائع اللي كنا في وسط السحاب فيه، يعني منظر جميل بزاف، وبغيت نبارطاجيه معكم، وغادي نخليكم تستمتعوا معايا بهذا المنظر اللي كيحمق. الطياره كتوجد باش تهبط، يعني وصلنا كما شفتوا، كنت كنتبع معها بالمابس، يعني البنات كانوا كي المهم ملاك نعسات، اميره كانت كتلعب، المهم انا كنت عامله المابس كنحدي فين وصلنا. المهم احنا وصلنا، من بعد ما وصلنا كل شيء كان فرحان وكل شيء كيصفق. المهم احنا في المطار وصلنا، طبعا التصوير ممنوع، غادي نوقف الكاميرا غادي نوريكم دابا هنا شويه من وصلنا للمطار، ولكن باش ندوزو الديوانه ممنوع الكاميرا، اذا غادي نتوقف. المطار ديال مدريد واحد المطار اللي هو كبير بزاف تبارك الله، عرفتو؟ أميرة باش نمشيو ناخذوا الباكاج ديالنا، جا المترو وهزنا باش نمشيو ناخذوا الباكاج، ايماجين. المهم دابا مع شنو ساعه خرجنا مع 8 من طنجة، دابا راه 7:30، ودابا شابرين الطريق باش نمشيو ان شاء الله للملاقا.
بعد حنا وقفنا الطوموبيل باش غادي ناكلو في هذا الريستوران تاع هذا نخرج نشوف شنو كاين هذا ديجا في الطريق. ملك vamos a comer Amira ocupada de qué ما احنا وصلنا. ها هي ملاقا كتبان كما كتشوفوا هذه 3:30 دابا ديال الليل. المهم نخليكم عاوتاني تشوفوا ملاقا معايا في الليل اللي غادي ندخلوا لها. كيتسالى الفيديو ديالي ما سخيتش بكم. ما تنساوش اللايك والاشتراك وان شاء الله تسناو فيديو جديد.